ما هو التوحيد؟ أويتو له هذا التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بأن يفرد الله، يعني لا يجعل معه شريك. توحيد كيون داوتها الله سبحانه وتعالى تيمويكوت كمين نانا دال ين آج بريب دوت نن الله تعالى بان الله. يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. هاي الله تعالى تيمويكو كمين باي ببين. النوع الأول توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية أويتو ده هذا توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق مثلا. يوم بنتها يوم بنتها توحيد الربوبية كي الله سبحانه وتعالى تيموي كود دايل بنكار ين أوتيها. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. توحيد الألوهية كي توحيد دا يين داوت عبادة تجمبو الله تعالى تي موي كوت كي يين من كروب ريكو سمبه نانا كراو أمبي الله تعالى لاي. الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد أسماء نان صفات بأن يفرد الله بأسماء وصفاته. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ننزه الله عن مماثلة الخلق. الله سبحانه وتعالى